مصر ترحب بموافقة الأمم المتحدة رفع العلم الفلسطيني على مقرها في نيويورك. الداخلية تعلن إلقاء القبض على مرتكبي واقعة سرقة سبائك ذهبية وفضية من مصلحة سفك العملة. الرئيس الأمريكي وذو ضحايا أحداث 11 من سبتمبر يحيون ذكرى مرور 14 عاما على الهجمات. الرابعة عصرا في القاهرة، الثانية بتوقيت جرينتش، موعد بانوراما إخبارية جديدة تأتيكم على شاشة النيل الأخبار. أهلا بكم. رحبت مصر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رفع علم دولة فلسطين على مقر الأمم المتحدة باعتبار ذلك ما يمثل خطوة إضافية نحو تحقيق هدف إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. تبنت الجمعية العامة هذا القرار بموافقة 119 دولة مقابل امتناع 45 دولة ومعارضة 8 دول أبرزهم إسرائيل والولايات المتحدة. بأغلبية كبيرة حصلت دولة فلسطين على موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع علمها فوق أروقة المنظمة الأممية، خطوة اعتبرتها السلطة الفلسطينية نصرا دبلوماسيا في سبيل الحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الساحة الدولية. القرار اعتمد بأغلبية 119 صوتا ومعارضة 8 دول بينها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، بينما امتنعت 45 دولة عن التصويت على رفع علم فلسطين أمام المقر الرسمي للأمم المتحدة بما في ذلك في جنيف وفيينا. هذا القرار خطوة رمزية لكنها تعزز من أسس دولة فلسطين على الساحة الدولية، والجمعية العامة قدمت رسالة إلى الشعب الفلسطيني بأنه لا يمكن التقليل من شأن مساعيهم نحو الاستقلال والحرية. وكما في مواجهات دبلوماسية سابقة بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، انتقدت إسرائيل القرار واتهمت الجانب الفلسطيني بالتلاعب بالأمم المتحدة لتسجيل ما وصفته بنقاط سياسية. على الأسرة الدولية أن تبلغ السلطة الفلسطينية بوضوح أن الطريقة الوحيدة لتحقيق الدولة تمر عبر المفاوضات المباشرة. المجموعة العربية بدورها سندت القرار بقوة واعتبرته مصر خطوة إضافية نحو تحقيق هدف إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على كامل أراضيها وعاصمتها القدس، وأكدت دعمها لكل جهد يستهدف التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية. وسبق لفلسطين أن حصلت عام 2012 على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، ما مكنها من الانضمام إلى وكالات المنظمة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، لكنها لا تتمتع حتى الآن بعضوية كاملة في المنظمة الدولية رغم اعتراف أكثر من 130 دولة بها. وللمزيد من المتابعة حول هذا الملف ينضم إلينا هنا في استوديو نيل الأخبار الأستاذ أشرف أبو الهول، رئيس القسم السياسي بجريدة الأهرام، المتخصص في الشأن الفلسطيني. أستاذ أشرف، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. كيف رأيت هذا الحدث الأخير وحصول فلسطين على موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع العلم الفلسطيني فوق أروقة المنظمة؟ يعني أعتقد أنه ده شيء أكثر من رائع، ربما كان لأول مرة في تاريخ القضية الفلسطينية، لأول مرة منذ إنشاء الأمم المتحدة يرفع عليها علم فلسطين. صحيح. وده معناه أنه قريبا يعني سيتم الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة كاملة الأهلية. احنا عارفين أنه المجهودات اللي بذلها الرئيس أبو مازن على مدى السنين الأخيرة والمجهودات المصرية والعربية أدت للاعتراف بفلسطين كدولة مراقب. الآن يرفع علم فلسطين، قبلها انضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية. صحيح. انضمت إلى العديد من المنظمات الدولية. ده بيدينا تصور أنه
في الوقت اللي فيه صورة سوداوية كئيبة في الداخل الفلسطيني، الانقسام والصراع وما إلى ذلك، لا، في حاجة تانية بتتم على الأرض بعيدا عن التجاذبات الداخلية. هذه الحاجة بتيجي بالسياسة الهادية، بالنفس الهادي. طيب هذه الخطوات اللي حضرتك ذكرتها أستاذ أشرف هي بالفعل خطوات إيجابية وخطوات كانت حتى في الفترة الأخيرة سريعة ومتلاحقة إلى حد كبير. كيف يمكن الاستفادة منها في العمل على الحصول على مكاسب جديدة بشأن القضية الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية في النهاية؟ يعني عبر التاريخ ما فيش دولة خدت عضو مراقب أو ما فيش دولة سمح برفع علمها إلا بعد كده خدت استقلالها. وبالتالي ده معناه أنه الطريق لو كملناه سيتم الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة كاملة السيادة، وده طبعا بيتطلب جهد كبير جدا للضغط على إسرائيل، جهد كبير جدا للضغط على القوات الداعمة، جهد عربي ودولي وإسلامي وما إلى ذلك، جهد منسق من أطراف كتير جدا، لأنه خلاص بقى فيه هيكل دولة، بقى فيه علم دولة، بقى فيه الانتماء لمنظمات دولية. جاءت القصة دلوقتي إيه؟ كيفية تحديد حدود هذه الدولة، دستورها، قوانينها، فك الاشتباك مع إسرائيل، ويعني الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 67 والقدس عاصمة لإسرائيل. هي مهمة صعبة جدا، لكن مدامت الخطوات بدأت ومدام في مجهود هنوصل له في النهاية، وده اللي بيقلق إسرائيل. يعني لو ضربت إسرائيل حضرتك شايف أنه هذه الخطوات المتلاحقة فعلا بتشكل مصدر قلق بالنسبة لإسرائيل؟ خليني أقول لك على حاجة، بس عبر التاريخ لأنه الانتهاكات الإسرائيلية حتى ما تكون متواصلة حتى مع هذه الخطوات السريعة اللي بتقدر أن هي فلسطين أن هي قامت يعني بإنجازها خلال الفترة القليلة الماضية، ولكن ما زالت الانتهاكات الإسرائيلية أيضا متواصلة. هذه الانتهاكات في صالح الفلسطينيين وليس ضدهم. إسرائيل لما ظهرت بعد 48 بعد النكبة حاولت تظهر نفسها للعالم على أنها الحمل الوديع المخاط بدول عربية كلها متحدة ضدها، بتحاربها، والعنف العربي والإرهاب العربي وما إلى ذلك. الفلسطينيين وخاصة في عهد الرئيس أبو مازن لما بدأ يلجأ للحل السلمي، لأنه هو اكتشف أن المواجهة العسكرية في غير صالح الفلسطينيين، في فرق شاسع جدا، بدأ يتعامل مع العالم باللغة اللي إسرائيل تعاملت بيها، أن احنا ناس عايزين سلام وبنطالب بدولة بكفاح مدني سلمي مش كفاح مسلح. فبدأ يكسب أرضية على مستوى العالم، دول كتيرة اعترفت به، برلمانات أوروبية، دول أوروبية، وبالتالي بدأ يحط إسرائيل في مأزق تلو الآخر. وأعتقد أنه في النهاية ستضطر إسرائيل يعني الاعتراف بفلسطين المستقل على حدود الرابع من يونيو 67. طيب أيضا بينضم إلينا أستاذ أشرف في هذا الحوار أستاذ أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي. أستاذ أحمد أهلا بحضرتك يا فندم. يا اهلا وسهلا اختي مريم. استاذ احمد، هذا الانجاز الذي تم، قرار الجمعيه العامه للامم المتحده برفع علم فلسطين في المقر الرئيسي للامم المتحده، كيف قرات هذا الحدث مؤخرا؟ السلام عليكم. اول شيء في الواقع يتشرف البرلمان بان يتقدم باسمى ايات التهاني والتبريكات الى الشعب العربي قاطبه والى الشعب الفلسطيني المناضل الحر. هذا الانتصار يعني الذي يعد خطوة أولى في الوصول إلى دولة فلسطين وعاصمة القدس الشريف، وأن رفع العلم الفلسطيني في الأمم المتحدة يعتبر انتصار للدبلوماسية العربية والدبلوماسية الفلسطينية، وأيضا من خلال الحضور المتميز للدبلوماسية العربية والدور المهم جدا الذي قامت به مصر العروبة رئاسة القمة العربية في دعم وتعزيز الاستقرار في المنطقة، ودعم يعني الحضور الفلسطيني على الساحة الدولية، وأيضا من خلال يعني الاعترافات البرلمانات الأوروبية يعني الدولة الفلسطينية. هذا يعتبر في يعني مسيرة الشعب الفلسطيني المناضل في الوصول إلى حقه يعني المنتظر الشرعي.
طيب كيف رأيت تفاصيل هذا الحدث يعني معالي الأستاذ أحمد بن محمد الجروان الخاص أنه بالفعل فلسطين حصلت على موافقة تحديدا 119 دولة على هذا القرار بينما اعترضت 8 دول فقط على هذا القرار، كيف رأيت أبعاد هذه الأرقام تحديدا؟ هذه سيدتي الفاضلة المصداقية الدولية الآن، ونحن دائما في البرلمان العربي وفي الوطن العربي نحمل يعني المجتمع الدولي أن يقوم بدورة أو أن يلعب بدورة في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين. ومن خلال تصويت 119 دولة لصالح القرار، هذا يعتبر دور يعني منصف للشعب الفلسطيني، ولكن ليس بالكافي. نحن نطالب ونناضل ومستمرين في مطالبة المجتمع الدولي بإنصاف الشعب الفلسطيني، ويعني وتقدير الكفاح المسلح والكفاح السياسي والدبلوماسي الذي يقدم الشعب الفلسطيني وضحايا، وآخر ضحايا نعزي أنفسنا أولا ونعزي الشعب الفلسطيني باستشهاد السيدة إلهام الدوابش متأثرة بالمحرقة اليهودية أو الإسرائيلية الأخيرة. فنحن لا نريد هذه الفرحة، نحن سعداء وفرحين، وباسم البرلمان العربي نبارك للشعب العربي ونطالب المجتمع الدولي بالمزيد من يعني من الحضور على الساحة السياسية بما يخدم السلم والأمن الدوليين. نحن أصبحنا الآن في يعني globalization، هذا أو العولمة جعلتنا في يعني قارب واحد، فلا بد أن يمشي هذا القارب. طيب سيد أحمد، حضرتك أشارت يا فندم إلى الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، العالم أجمع الحقيقة بيشاهد كل هذه الانتهاكات المتواصلة بحق الفلسطينيين، وعلى الجانب الآخر هناك إنجازات بتحدث لصالح فلسطين، وربما الخطوة الأخيرة طبعا وحصول فلسطين على موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع العلم فوق أروقة المنظمة بيعتبر إنجاز كبير وخطوة مهمة. ألا تجد أنه من الممكن أن نسير خطوة نحو الأمام أو خطوات نحو الأمام تجاه الاعتراف الدولي يعني بالكامل نحو الدولة الفلسطينية؟ نعم، شوف سيدتي الفاضلة أشكرك على هذا السؤال. في الواقع نحن متأخرين جدا، متأخرين جدا في الوصول بالقافلة الفلسطينية إلى المحافل الدولية، وهناك تقصير من كثير من المؤسسات العربية يعني في هذا الملف دوليا، وما قامت مصر مؤخرا في يعني في 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 حمل هذا الملف مهم جدا، يعني يكون تسخير يعني التكاتف العربي الان في ظل هذه الظروف المهمه جدا والحرجه، لابد ان يكون تسليط الضوء على مثل هذا الملف وهذا الحضور، ليس فقط لمصلحه فلسطين او مصلحه العرب، بل لمصلحة العالم بيجمع للمحافظة على السلم والأمن الدوليين. صحيح، أصبحت القضية الفلسطينية هي الشماعة التي الإرهاب يدخل لنا من بوابتها، الفرس يدخلون من بوابتها، مش عارف مين كله عايز يعني يحرر فلسطين بالتليفون. فما يقدم الشعب الفلسطيني وما تقدم الدبلوماسية العربية جيد، ولكن محتاج إلى مضاعفة. وأيضا سيدتي الفاضلة تسمحي لي من هذا المنبر الحر جدا أن ندعو ونطلب من الشعب الفلسطيني الوحدة تحت راية الشرعية في فلسطين، يعني التقيد بمأسسة كل يعني ناحي تسيير الدولة في فلسطين لكي تمشي القافلة. هناك الآن تعاطف، وهناك وإسرائيل أو العدو الصهيوني كان يشتغل بصد المد الدولي بالاعتراف في فلسطين، وأصبحت عندنا يعني بعض يعني الأحداث التي أعاقت أو أوقفت التحرك الدولي للاعتراف بفلسطين في البرلمانات الدول الأوروبية بصورة عامة. جزيل الشكر معالي السيد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي. الحقيقة أستاذ أشرف، سيد أحمد أشار إلى نقطة مهمة جدا، إلى أنه هذا التحرك العربي
وأيضا التحرك الدولي مهم من أجل العمل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية لحفظ الأمن والسلم الدوليين. كيف تقرأ هذه يعني الحقيقة؟ خليني أقول لك على حاجة. أنا أعتقد أن كل مشاكل المنطقة في الخمسين سنة الأخيرة مرتبطة بالصراع العربي الإسرائيلي. يعني ناخد مثال المناطق الأخرى، يعني مثلا مصر الحروب اللي دخلتها كان بسبب وجود إسرائيل واحتلال القدس وما إلى ذلك، اللي حصل في سوريا في ليبيا في العراق كل حاجة مرتبطة بشكل أو بآخر بالصراع العربي الإسرائيلي. صحيح. جزء من القصة اللي بتحصل انه كان في قرار دولي، قرار امريكي بعد حرب اكتوبر انه لازم الدول المحيطة بفلسطين باسرائيل تفكك عشان دي تبقى اخر الحروب اللي العرب يخوضوا فيها الحرب ضد اسرائيل، او حرب اكتوبر هي اخر حرب العرب يحاربوها مجتمعين. وبالتالي اذا حلت هذه القضية هتحل كثير من قضايا المنطقة وهيبقى الصراع أقل. تتفق مع سيد أحمد؟ أنا بس عايز أوضح حاجة. داعش وغيرها والقاعدة كله ظهر ليه؟ ما هو كله ظهر تحت اسم أنه انتقام من أمريكا علشان بتدعم الإسرائيليين ضد الفلسطينيين. وبالتالي حضرتك تتفق مع سيد أحمد أنه القضية الفلسطينية وما يحدث من قبل الانتهاكات الإسرائيلية للفلسطينيين هو الشماعة اللي بتستند إليها هذه الجماعات الإرهابية في مختلف دول العالم للقيام بهذه العمليات بالفعل. بالتأكيد، يعني أنا عفوا أنا ما سمعتش كلام السيد أحمد الجلوان، لكن هي دي الحقيقة. يعني كل واحد في الإرهابيين لما بيقدر أما بيبدأ يجنب آخرين بيبدأ يكلمهم من نواحي عاطفية أن القدس محتلة وفي انتهاكات ضد العرب وضد المسلمين، ويبدأ يشحنه وشوف أمريكا بتعمل إيه وشوف الغرب بيعمل إيه وشوف الدول العربية الخاينة اللي واقفة مع إسرائيل واقفة مع أمريكا وما إلى ذلك. بتبقى هي دي الشماعة والأداء أو الأداء اللي بيتم شحن الناس بيها من أجل التطرف. فلو قدرنا أن احنا نحل الصراع العربي الإسرائيلي، ولكن بشرط يعني أي مكان في فلسطين مش مشكلة، في مكان هو الأهم والأقدس وهو اللي عودته للفلسطينيين والعرب هو اللي هيوقف هذا النزيف هو القدس. صحيح. إذا القدس عادت للسيادة العربية السيادة الفلسطينية، أعتقد أنه 99% من مشاكل التطرف هتنتهي. كمان يعني بعض الأنظمة العربية عاشت على مدى سنين تستغل القضية الفلسطينية لتبرر بقائها. حتى هذه القضية كانت هي سبب من أسباب أنه الثورات الداخلية، أنه لا ده الزعيم ده واقف مع الفلسطينيين، لا الزعيم ده مش واقف مع الفلسطينيين، سبب أنه بعض الدول من خارج المنطقة بدأوا يتحكموا ويتدخلوا في المنطقة زي إيران وزي تركيا وما إلى ذلك. إذا جرى حل القضية الفلسطينية هتتحل معظم مشاكل المنطقة. طيب قبل أن نختتم هذا الحوار وفي نقاط محددة سيد أشرف، ما الذي ينقص يعني المجتمع الدولي لكي يتم بالفعل الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ ما هي الخطوات المرجوة خلال الفترة القادمة، وخصوصا بعد هذه الخطوة المهمة التي حدثت اليوم من أجل أن يتم الاعتراف الدولي الكامل بالدولة الفلسطينية؟ قبل ما نقول ما الذي ينقص المجتمع الدولي، هنقول ما الذي ينقص الفلسطينيين. ينقص بداية الفلسطينيين هو الوحدة. صحيح. ما ينفعش يبقى حماس ماشية في اتجاه وفتح في اتجاه، الضفة في اتجاه وغزة في اتجاه. هذه هي النقطة الأولى. إسرائيل دائما تتحجج، مثلا لما تحس ان ابو مازن او القيادة الفلسطينية حطها في ركن صعب، تقول اصل انت لا تمثل كل الفلسطينيين، اصل طب احنا لو اتفقنا معاك هنعمل ايه مع حماس. وفي نفس الوقت بدأت مؤخرا تظهر بوادر على ان في مفاوضات مستقلة مع حماس، انه بدل الفلسطينيين ما ينشغلوا بالاتحاد مع بعض للتفاوض والمواجهة العالم مع بعض، لا بقى كل واحد منشغل بالمنطقة بتاعته، ازاي غزة مش عارف يترفع عنها الحصار رغم ان الحصار الحقيقي هو حصار القدس. نمرة اتنين العرب، وطبعا العرب معذورين حاليا ان هم مش قادرين يقفوا موقف موحد، لان الدول العربية كلها تقريبا مشغولة بالصراعات الداخلية. صحيح. والارهاب اللي ضرب كل دول المنطقة، الارهاب اللي كان اساسه هو القضية الفلسطينية. صحيح. انعكس على الجميع.
العالم الإسلامي برضك للأسف الشديد دخلنا محورين، محور تركي ومحور إيراني ومحور سني ومحور شيعي. ده عطل القضية الفلسطينية وعادها للوراء سنوات، لكن أعتقد أنه برضك في النهاية في أمل، لأنه العالم أكثر إدراكا وذكاء مننا أنه عشان يوقف يعني يستأصل داعش والقاعدة وغيرها لابد أن يحل القضية الأصلية وهي القضية الفلسطينية. نعم، جزيل الشكر أستاذ أشرف أبو الهول رئيس القسم السياسي بجريدة الأهرام المتخصص في الشأن الفلسطيني، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. تمكنت أجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على مرتكبي واقعة سرقة سبائك ذهبية وفضية من مصلحة سك العملة بعد أقل من 24 ساعة. كما قالت وزارة الداخلية إنها تمكنت من كشف غموض وملابسات حادث السرقة من إحدى خزائن سك العملة. وأوضح بيان للداخلية أنه تبين أن من وراء ارتكاب الحادث المدعو وائل محمد فرج ومهنته سباك يعمل بشبر الخيمة بالقليوبية، وتم ضبطه في مسكنه. أعلنت القوات المسلحة أن أكبر عملية ضد العناصر الإرهابية بسيناء حق الشهيد أسفرت في 3 أيام حتى الآن عن قتل عدد 86 من العناصر التكفيرية المسلحة والقبض على عدد 195 فرد آخرين. وأضافت القوات المسلحة في بيان لها أن العملية أسفرت أيضا عن تدمير 13 عربة و67 دراجة نارية تستخدمها العناصر التكفيرية في عملياتها الإرهابية والإجرامية، وكذلك 3 مخازن كبيرة تحتوي على مواد متفجرة، واكتشاف وتدمير 5 فتحات أنفاق على الشريط الحدودي، بالإضافة إلى حرق عدد كبير من العشش والأوكار وإبطال مفعول 24 عبوة ناسفة. دخلت العملية الشاملة حق الشهيد يومها الرابع، حيث استمرت عمليات التمشيط والمداهمة التي تنفذها المجموعات القتالية التابعة للقوات المسلحة مدعومة بوحدات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة المدنية وبمعاونة عناصر من القوات الجوية وعناصر حرس الحدود لإحكام السيطرة الكاملة على مدن العريش ورفح والشيخ زويد والقضاء على البؤر الإرهابية بها، حيث قامت عناصر الجيش الثاني الميداني مدعومة بعناصر من الصاعقة وقوات التدخل السريع تحت غطاء جوي من الهليكوبتر المسلح بمداهمة عدد من البؤر الإرهابية التي تم رصدها والقضاء على العناصر التكفيرية التي تتحصن بها. وقد أسفرت نتائج اليوم الرابع من العملية الشاملة عن تحقيق الآتي: قتل 48 عنصرا من العناصر الإرهابية المسلحة خلال عمليات الاقتحام والمواجهات مع القوات أثناء تنفيذ مهامها، وتفجير 22 عبوة ناسفة تم زرعها لاستهداف عناصر القوات المسلحة على محاور التحرك، كما تم تدمير وإحراق 91 عشة ووكرا كانت تتمركز وتنطلق منها العناصر الإرهابية، وتدمير عربتين ربع نقلة و33 دراجة نارية بدون لوحات معدنية يتم استخدامها في مراقبة واستهداف القوات، كما تم اكتشاف وتدمير فتحة نفق و2 ملجأ يتحصن بها العناصر التكفيرية، وتدمير 3 مخازن للمؤن والمواد الغذائية والإدارية الخاصة بالإعاشة لهذه العناصر. وتواصل حاليا عناصر القوات المسلحة فرض طوق أمني محكم على مناطق العمليات لمنع تسلل أو هروب العناصر الإرهابية من وإلى هذه المناطق، وتنظيم العديد من الكمائن والدوريات الثابتة والمتحركة لضبط العناصر الإجرامية والمطلوبين والعناصر المشتبه بهم على المحاور الرئيسية بمناطق العريش والشيخ زويد ورفح والطرق المؤدية إليها.
وللمزيد من المتابعة حول العملية الشاملة حق الشهيد ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء طيار أركان حرب هشام حلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. أهلا بك سيادة اللواء. اهلا بحضرتك والساده المشاهدين. يعني سيدة اللواء، كيف تتابع من ناحيه طبعا يعني التخصصيه العسكريه الضربات التي توجهها القوات المسلحه في سيناء ضد العناصر الارهابيه والتكفيريه في اطار عمليه حق الشهيد التي توصف بالعمليه الشامله؟ طبعا حق الشهيد هي عمليه شامله حين تحقيق اهدافها، بتتضمن مواجهات مع العناصر الارهابيه استهدفت فيها قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية، العناصر الإرهابية في مناطق مكافحة النشاط الإرهابي. المواجهات دي الحمد لله يعني الاستراتيجية التي تنتهجها هي العمليات الاستباقية، تعتمد على معلومات دقيقة ومستمرة وشاملة، وبنشوف حجم الذخائر اللي موجود معاهم، حجم العبوات الناسفة التي تم زرعها بوسط العناصر الإرهابية على الطرق، وطبعا الطرق دي ما بتحرك عليها مدنيين. حجم المواد المتفجرة، يعني لا تتخيل والسادة المشاهدين ضبط 1.5 طن نترات أمونيوم، 1.5 طن بتستخدم في صناعة المتفجرات. مادة أخرى شديدة الانفجار السي 4 بتدي 10 أضعاف القيمة الانفجارية لمادة التي ان تي اللي احنا كنا كلنا عارفينها. دراجات بخارية وسيارات بدون لوحات تستخدم في هذا في هذه العمليات. فطبعا الحمد لله ان يعني العمليات السابقية دي استراتيجية ناجحة جدا. اللي عايز أكد عليه ان لم يصاب اي مدني من اهلنا في سيناء باي اذى، يعني دي عقيدة من راسخة للقوات. بالطبع وندعو على الله السلامة للجميع. طب سيادة اللواء، ألا يتم الحق أي أذى بأي مدني أثناء هذه المواجهات مع العناصر الإرهابية؟ نعم. طب سيادة اللواء، يعني برضو يعني عسكريا ولا ينفصل عن الجانب العسكري الجانب النفسي، كيف تقيم أنت تلك البيانات التي تخرج من القوات المسلحة وتضع المواطن العادي في الصورة فيما يحدث في سيناء؟ كيف ترى التوازن العسكري والنفسي في هذه البيانات التي ربما تغلق الباب أو الطريق على اللغط أو المعلومات الخاطئة التي يروجها البعض؟ طبعا احنا يعني لا ننسى ابدا، وانا بذكر والله الساده المشاهدين ان في حرب نفسيه في يعني موجهه للشعب المصري وموجهه في المنطقه كلها، وبالتالي البيانات المغلوطه هي الاساس في هذه الحرب النفسيه. النقطه دي القوات المسلحه لما حد يخش على موقع المتحدث العسكري والقوات المسلحه هيلاقي البيانات فيها تفاصيل كثيره جدا ودقيقه جدا وموقوتة، يعني بمجرد انتهاء العملية يتم فورا اعلان كل التفاصيل، لان بنعتبرها حق اصيل للمصريين لوقت اي شائعات او يبقى في لغط من بعض المحطات او مواقع التواصل الاجتماعي. فدي نقطة انا شايف انها نقطة طيبة جدا، والمواطن دلوقتي الحمد لله وعيه زاد وثقة في القوات المسلحة ملهاش حدود. نعم. سيادة اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، شكرا جزيلا لك. لقيت سيدة وطفل مصرعهما وأصيب عدد من المواطنين برفح نتيجة انفجار سيارة مفخخة تم تفجيرها بواسطة عناصر تكفيرية أثناء تحرك قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية خلال إحدى مهام عملية حق الشهيد. قال المتحدث العسكري إن هذا الفعل الإجرامي جاء نتيجة ملاحقة العناصر التكفيرية وتضييق الخناق عليهم وكذلك محاصرتهم، ويعد محاولة يائسة لإحداث وقيعة بين قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين من أهالي شمال سيناء. وقامت قوات إنفاذ القانون بفرض طوق أمني في محيط مدينة رفح وبتمشيط المنطقة للتعامل مع العناصر الإرهابية والقبض على المشتبه بهم.
قال مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية اللواء سيد ماهر إن الجسر الجوي مستمر بين مصر والسعودية لنقل ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج هذا العام. أشار اللواء ماهر إلى ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة إلى حالتين، وأن حالتي الوفاة طبيعية، كما تم دفنهما في البقيع بالمدينة المنورة. مع توافد الحجاج المصريين ووصولهم إلى قرية الحجاج بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة لبدء شعائر الحج، تتحول العيادة الطبية المصرية المتواجدة بصالة المطار إلى خلية نحل لاستقبال ضيوف الرحمن لتقديم أوجه الرعاية الطبية والدوائية كافة لهم. النهاردة في جدة بنطمن على العيادة المطار. عيادة المطار الحمد لله فريق العمل اللي موجود في العيادة في الحقيقة فريق متميز بسبب الحجاج. فأي شكاوى من الحجاج في الحقيقة يعني احنا لينا 3 أيام أو يومين ونص تقريبا من بداية العمل في العيادة هنا، على يعني تقريبا كشفوا على حوالي 230 حاج، وأغلب الأمراض حاجات العظام وحاجات جلدية، دي أغلب الحاجات الشكاوى اللي بتيجي وبيقوموا بالواجب، وفي كميات الأدوية كميات معقولة جدا تكفي الناس. التعبان بيجي العيادة بيتعمل له الإسعافات الأولية سريعا، معانا ناس على مستوى عالي جدا من الخبرة الحمد لله، بياخد الأدوية بتاعته ولو محتاج إحالة بنحوله لأي مستشفى. العيادة الطبية المصرية المتواجدة في قرية الحجاج بجدة لم يقتصر دورها على تقديم الرعاية الطبية والدوائية للحجاج، بل تقوم بعمل التراصد والوقاية من الأمراض المعدية وتوعيتهم بكيفية الوقاية من الأمراض السارية. في مسكنات، في مضادات للالتهاب، في جهاز نيبيولايزر عشان لو حد جاله الحساسية اللي هي الناس اللي بيجي لها أزمة الربو دي وارد مع الجو الحر ده، والأدوية موجودة اللي بتستخدم للجهاز، كل حاجة موجودة كطوارئ. الحجاج عبروا عن سعادتهم البالغة لبدء الرحلة المقدسة وسط أجواء مناخية ميسرة. استقبال مشرف وحسيت بهيبة مصر. عندي رجلي بتوجعني وكان عندي الضغط، كشفوا ناس محترمين برضو، دكاترة مصريين محترمين يعني. الحب والتفاني في العمل هو القاسم المشترك لأعضاء البعثة الطبية المصرية بالأراضي المقدسة، فالكل يتسارع ليكون عند مستوى الحدث في تقديم خدمة علاجية تليق بضيوف الرحمن. من قرية الحجاج بمطار الملك عبد العزيز بجدة، محمد حلمي، التلفزيون المصري. تحل اليوم ذكرى 14 لأحداث 11 من سبتمبر والتي وقعت في العام 2001 من خلال عملية استهدفت برجي مركز التجارة العالمي ومبنى الوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. لم تنجح الأيام في محو الذكرى الأليمة لهذا الحادث، ولكنها فتحت الباب لنظريات افتراضية واحتمالات كثيرة. تحل الذكرى 14 لحدث هز العالم، أحداث 11 من سبتمبر، فهي أحداث شاملة لمجموعة من الهجمات الإرهابية التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم تحويل اتجاه 4 طائرات نقل مدني تجارية وتوجيهها لتصطدم بأهداف محددة نجحت في 3 منها وفشلت في الرابعة. وتمثلت الأهداف في برجي مركز التجارة العالمي بمنهاتن بمدينة نيويورك ومقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. ويفتح هذا التاريخ من كل عام خزانة الذكرى الأليمة لأحداث 11 من سبتمبر التي راح ضحيتها 2973 من جميع الأجناس والأديان ممن يرتاد مبنى المركز و24 مفقودا، إضافة إلى آلاف الجرحى والمصابين بأمراض جراء استنشاق دخان الحرائق والأبخرة السامة. لم تنجح الأيام في محو الذكرى الأليمة لهذا الحدث، ولكنها فتحت الباب لنظريات افتراضية واحتمالات وأرست القواعد لنظرية المؤامرة. ذهاب ضحايا كثيرون في جريمة 11 من سبتمبر كشف نارا عظيمة كانت مستعرة وتكبر تحت الرماد، وتنظيمات إرهابية ممتدة عبر القارات، وأموال هائلة تمول العمليات الإرهابية التي تنفذها. والنظر للخلف يجعلنا نرى عملا كبيرا أنجز على المستوى الدولي ضد الإرهاب، وعالما توحد لمواجهة الكراهية ودعوة لنشر مفاهيم الإسلام الصحيح الوسطي في العالم، وهي خطوات كبيرة بكل المقاييس. فبعد هجمات 11 من سبتمبر التي طالت مبنى التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع الأمريكي البنتاغون،
ظهرت كثير من التساؤلات حول هذا الحدث، وقام العديد من المتطوعين بتحليل وقائعه التي نشأ عنها نظريات سميت بنظريات المؤامرة، وكل منها له دلالته وأسانيده، وجميعها متجهة لفرضية كون هذا الحدث إما عملية تم السماح بتنفيذها من قبل مسؤولين أمريكيين، أو أنها نفذت بالتنسيق مع عناصر إرهابية لها علاقة بتنظيم القاعدة. وللمزيد من القراءة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن الدكتور وليد فارس، مستشار الكونغرس الأمريكي لشؤون الإرهاب الدولي. يعني دكتور وليد، بعد الترحيب بك 14 عاما على أحداث سبتمبر، تغيرات حدثت في الداخل الأمريكي ومن خارج أمريكا أيضا، كيف ترى محددات السياسة الأمريكية بعد 14 عاما من سبتمبر؟ يعني دون الشك أحداث أو هجمات 11 أيلول قد تركت أثرا كبيرا لدى الرأي العام الأمريكي، لدى جيلين ربما ثلاث الآن من الأمريكيين، ولدى الحكومات المتتالية أكانت إدارة أو كونغرس. المثول الأكبر من ضربات 11 أيلول أن العمق الحقيقي لهذه الضربات والضربات التي لحقتها في أمريكا وأوروبا والحروب المتطرفة في المنطقة كلها تعود إلى التطرف، وبالتالي فأن الرد لا يجب أن يكون فقط أمريكيا، الرد يجب أن يكون دوليا وعربيا موحدا لاستئصال هذا الخطر العقائدي أولا، وطبعا الأمني فيما بعد. نعم، طيب، يعني أول ما خرجت هذه الحرب ضد الإرهاب على لسان الرئيس بوش بأنه معنا أو ضدنا، كيف ترى بتغير الأحوال في النظام الدولي والمتغيرات السياسية، إلى أي مدى أثبت هذا الشعار فشله من نجاحه، وهل تغير في الذهن الأمريكي، وأيضا وما هو تأثيره على الدول التي تم التعامل معها وشملها في هذه الحرب؟ يعني موضوع معنا او ضدنا them or us هذا موضوع الان تخطاه الزمن، لانه تعلمت امريكا انه هذه الحرب ليست فقط حربا امريكيه مع القاعده او حربا امريكيه ضد الارهاب، اما ان تكون مع امريكا اما ان تكون مع الارهاب، هذه حرب دوليه فيها شعوب ودول اخرى. انظروا ما يحدث في سوريا والعراق من هجوم لداعش على كل هذه المجتمعات، ما يحصل في مصر وليبيا واليمن وكل هذه الدول، وطبعا الهجمات التي حصلت في اوروبا. إذن الانتقال بتقديري في هذا العقد من أن تكون حربا أمريكيا بكل الاتجاهات إلى أن تتحول إلى مواجهة دولية لكل الإرهاب، وليس فقط الإرهاب الذي يؤذي أمريكا. صحيح. نعم، من واشنطن كنت معنا عبر الهاتف الدكتور وليد فارس، مستشار الكونغرس الأمريكي لشؤون الإرهاب الدولي، شكرا جزيلا لك. بانوراما النيل تتواصل معكم على شاشة النيل الأخبار، وفيها بعد هذا الفاصل: 20 قتيلا في قصف للحوثيين على مدينة مأرب بعد إعلان الحكومة مشاركتها في مفاوضات السلام. مصر ترحب بموافقة الأمم المتحدة رفع العلم الفلسطيني على مقرها في نيويورك. الداخلية تعلن إلقاء القبض على مرتكبي واقعة سرقة سبائك ذهبية وفضية من مصلحة سبت العملة. الرئيس الأمريكي وذو ضحايا أحداث 11 من سبتمبر يحيون ذكرى مرور 14 عاما على الهجمات. وصلنا الآن إلى أهم أنباء المال والأعمال في بانوراما نيل. أخبار الاقتصاد مع محمد سليمان، إليك محمد. طبعا. شكرا لك مي، وأشكرك ريهام. مرحبا بكم، وهذه أخبارنا الاقتصادية في بانوراما الرابعة، وأبرز ما فيها بعد الفاصل. بلومبرج تشارك في مشروع لتطوير أساليب تخزين القمح في مصر يوفر نحو 600 مليون دولار سنويا.
مرحبا بكم مجددا. أكد المؤسس والمدير التنفيذي لشركة بلومبرج كابيتال الأمريكية فيليب بلومبرج أنه لا يمكن الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دون التركيز على مصر لما تحظى به من أهمية سياسية، بالإضافة إلى أنها سوق كبير. وأوضح بلومبرج أن شركته التي تعمل في مجال التشييد والصناعة والأمن الغذائي تشارك حاليا في مشروع لإدخال أحدث النظم التكنولوجية لتطوير أساليب تخزين القمح في مصر، مما سيوفر نحو 600 مليون دولار سنويا. أعلن وزير الري حسام مغازي القائم بأعمال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم استخراج أول رخصة لمركب صيد في المياه العميقة بغرض استغلال المياه الاقتصادية، وذلك في الحدود المقررة ب 200 ميل بحري. وقال مغازي إن تلك الرخصة تتيح صيد الأسماك ذات الجودة العالية والقيمة الاقتصادية المرتفعة مثل أسماك الجمبري الأحمر الذي يتم تصديره إلى دول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن المركب مجهزة بأنفاق تجهيز في درجة حرارة 65 تحت الصفر مع معدات صيد حديثة تدخل لأول مرة مجال الصيد في مصر. خسرت البورصة المصرية نحو 9.3 مليارات جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي وسط حالة من الترقب لأي أنباء اقتصادية إيجابية على الصعيد المحلي والعالمي. وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 441 مليار جنيه. وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية انخفاض مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي وانخفاض أحجام قيم التداولات لتصل إلى نحو 4.9 مليارات جنيه. توقعت وزارة التنمية والتعاون الدولي التونسية تحقيق نسبة نمو في حدود 5% خلال الخمس سنوات القادمة مقابل 1.5% محققة خلال الفترة من 2011 إلى 2015. وتعمل الحكومة على زيادة نسبة الاستثمار من 18.5% من الناتج المحلي في 2015 إلى 25% في 2020. أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتب من الدولة هو أكثر من 4 ملايين شخص، ما يناهز 20% من القوة العاملة في البلاد، والتي يقدر عدد سكانها بنحو 36 مليون نسمة، وتشكل نسبة العاملين في العراق نحو 11% من مجمل عدد السكان في بلد يعاني من تراجع حاد في إيراداته نتيجة انخفاض أسعار النفط وارتفاع تكاليف المعارك على جبهات عدة ضد تنظيم داعش. كما تشهد بغداد ومدن عراقية منذ أسابيع تظاهرات حاشدة تطالب بمكافحة الفساد وتحسين مستوى الخدمات العامة لا سيما المياه والكهرباء. انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار البرلمان الأوروبي بوضع ملصقات تدل على المنتجات القادمة من المستوطنات اليهودية. من جهتها اعتبرت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي حوتوفلي أن تصنيف المنتجات هو مقاطعة من قبل البرلمان الأوروبي. كانت 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي قد دعت في أبريل الماضي إلى تطبيق كل التشريعات المتعلقة بوضع ملصقات تشير إلى السلع المنتجة في مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، وكلها مناطق تحتلها إسرائيل. تحت أخبارنا الاقتصادية في بانوراما الرابعة، وعودة للسياسة مع زميلتي مي صالح وريهام الدين. شكرا لك محمد. أهلا بكم من جديد. أكدت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مشاركتها في مفاوضات السلام التي أعلن عنها إسماعيل ولد الشيخ أحمد وسيط الأمم المتحدة لليمن أمس. تشمل مفاوضات السلام التي أعلن عنها الوسيط الأممي السعي إلى وقف إطلاق النار وإلى استئناف عملية الانتقال السياسي السلمي، إضافة إلى وضع إطار لاتفاق على آلية تتيح تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 2216 الذي يطالب الحوثيين بالانسحاب من الأراضي التي سيطروا عليها في اليمن.
قتل 20 شخصا على الأقل في قصف بصواريخ الكاتيوشا أطلقها المتمردون الحوثيون على سوق مزدحمة في مدينة مأرب شرق اليمن. يأتي هذا الهجوم بعد ساعات على مقتل 7 متمردين حوثيين في غارة للتحالف العربي استهدفت آلية عسكرية للحوثيين في محافظة مأرب. في غضون ذلك أفادت مصادر عسكرية بانضمام مروحيات الأباتشي إلى عمليات القتال ضد الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح على معظم الجبهات. بانوراما النيل متواصلة ونتابع فيها أيضا بعد أخبار الرياضة. بعد مرور 4.5 العام على الحرب في سوريا، لبنان يئن بفعل ازدياد أعداد المهاجرين السوريين بشكل يفوق طاقته. أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إن الدول العربية يجب أن تشارك في تحمل عبء دعم واستضافة اللاجئين السوريين، مشيرا إلى الضغوط التي تمارسها الأزمة المتفاقمة على دول الجوار السوري. كان أغلب اللاجئين السوريين وعددهم 4 ملايين شخص قد توجهوا إلى دول الجوار، وبينهم حوالي مليون في لبنان، لكن مع تفاقم الأوضاع وزيادة الضغوط على المساعدات توجهت أعداد قياسية من المهاجرين إلى أوروبا. 4.5 العام مرت على بدء الأزمة السورية التي واكبها هجرة جماعية كبيرة للمواطنين السوريين هربا من جحيم الحرب في بلادهم متوجهين إلى الدول المجاورة ومن بينها لبنان الذي بدأ يتصدع بفعل الضغوط التي تفرضها استضافة آلاف النازحين. نحن محاصرون من جميع الجهات، فالاقتصاد والتجارة والسياحة تنهار، ومع انهيار كل هذا ربما لن تكون هناك دولة بعد ذلك، سوف يكون هناك شعب فقط وقطعة من الأرض. لبنان الذي يصل عدد سكانه إلى نحو 5 ملايين نسمة يمر بصعوبات جمة بسبب وصول أعداد كبيرة من اللاجئين من سوريا المجاورة بشكل يومي، فنحو 10,000 شخص يصلون إلى لبنان يوميا مع تجاوز العدد الرسمي للاجئين المسجلين 1,000,000 لاجئ. صعب يعني من النهار ما بيروح وما بنشتغل ما بناكل خالص، وما في شغل يعني. وما في شغل المساعدات ما بيجينا، مثل الخلق اللي يجوا المساعدات ما بيجينا مساعدات. وفي قضاء عكار بشمال لبنان سلم الصليب الأحمر مؤخرا مساعدات غذائية للاجئين، في حين نفدت أموال الأمم المتحدة والوكالات الأخرى المخصصة لتقديم مساعدات للاجئين السوريين. أشخاص مانحون كانوا يقدمون المال لهذه المنطقة وللمنظمات على مدار الأعوام الخمسة الماضية، والآن ربما ببساطة فقدوا الاهتمام بها، ولكن الأزمة لا تزال قائمة، فالناس لا تزال هنا ولا يوجد حل في الأفق، لهذا نشعر بالقلق بشأن ماذا سيحدث بعد ذلك. يأتي هذا مع معاناة لبنان جراء تظاهرات مناهضة للفساد، ما يثير مخاوف من تأثيرات هذه الأوضاع على اقتصاد الدولة المتداعي. وختام بانوراما النيل أهم عناوين الأخبار. مصر ترحب بموافقة الأمم المتحدة رفع العلم الفلسطيني على مقرها في نيويورك. الداخلية تعلن إلقاء القبض على مرتكب واقعة سرقة سبائك ذهبية وفضية من مصلحة سك العملة. الرئيس الأمريكي وذو ضحايا أحداث 11 سبتمبر يحيون ذكرى مرور 14 عاما على الهجمات. نهاية النشرة، تحية لكم وإلى اللقاء.